بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.